طيب احنا رجعنا واحنا كنا بنتكلم على اهميه اللايف كوتش، وان دي بقت مهمه جدا في صناعه البطل واداره الحياه اليوميه لمعظم الناس. النهارده الناس وصلت في مشاكلها الشخصيه، في عملها، في العلاقات الزوجيه، بيروحوا يدوروا على ناس استشاريين يكلموهم يعملوا ايه في مواجهه الازمات الحياتيه. فاحنا جايبين لكم خبير هو احد علماء هذا الفرع من فروع العلوم، له 10 كتب ومؤلفات، هيختار لنا بعضهم ينوه لنا عليهم كده، فائز بالعديد من الجوائز. والحقيقه يعني ما ينفعلوش لحلقه ولا 2 ولا 10، لانه ممكن جدا كل ما نتكلم هنحتاج نساله في اي حاجه. ابراهيم، الدكتور شريف صلاح الدين. دكتور شريف صلاح الدين عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للتدريب واحد خبراء التنميه البشريه، وسجل باسمه الملكيه الفكريه لرائد فن الحياه. المساله دي مش سهله ومش بسيطه، لانه احنا دايما بنبحث زي ما المهندس عدلي اشار في العالم الرياضي بتاعنا كله، انه السعه الشخصية للاعبين بتاعتنا محدودة جدا، انه باستمرار يتكلموا انه سمات الرياض المصري فقير ذهنيا وفقير فكريا وفقير في طموحاته، وكتير حتى من محترفينا اللي بيحترفوا في الخارج برضه بيفشلوا لاسباب تتعلق بالسمات الشخصية. الى متى سيظل هذا الجانب مهمل في العناية بالرياضي؟ اللايف كوتش او الممرن اليومي الحياتي للاعب وللرياضي أمر مفقود. عشان كده أعتقد أنا بشكر المهندس عدلي، لأنه الحقيقة من أول ما بدأنا نفكر في موضوعات هذه الحلقات في شهر رمضان كان انحيازه واضحا جدا لهذا الفرع المهمل من فروع تنمية وصناعة البطل الرياضي. عشان كده حرصنا أن النهاردة يكون ضيفنا العزيز الدكتور شريف صلاح، رائد فن الحياة وعضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للتدريب. أهلا بك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا كابتن إبراهيم، باشمهندس عدلي أهلا وسهلا، شكرا للاستضافه الكريمه، ربنا يخليك. انا بس عايز اقول للناس كمان ان يعني الدكتور بطل رياضي، هو احد لاعبي الجيل الذهبي للكره الطائره بالنادي الاهلي، جيل ابراهيم فخر الدين وهاب فخر الدين هم اساتذتنا طبعا، اساتذتنا. احنا جيل احمد شموطي واحمد معتز وطارق فريد وخالد ابو زينة، انما لحقت دول شويه. طبعا. بس انا كنت اروح النادي الاهلي ايام كابتن توفيق شهاب، وبعدين دخلت كليه الشرطه، فحصل بقى في الحته دي كده ما كانش ينفع اروح النادي الاهلي، كان لازم العب مع الشرطه يعني في الدوري. طب شرطه وكليه ايه الحكايه؟ دكتور لا، شرطه ده خط كامل، انا كنت مباحث وكان شغلي جميل جدا، بس انا رياضي طول عمري. فاتحركت بقى على التدريب الرياضي وقتها. انا مرنت طبعا فريق الشرطه في الدوري، مرنت منتخب مصر للمعاقين في البارالمبيك جيمز 88. كنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لكره الطايره للمعاقين من 88 92 عن قاره افريقيا. وبعدين مسكت منتخب الشباب، منتخب جميل بقى، منتخب مصر يعني، اشرف ابو الحسن ونهاد شحاته والمجموعه الجميله دي. وبعدين سافرت فرنسا فتره، درست فولي بول في مونبلييه، وبعدين رجعت على الامارات في نادي الرمس في راس الخيمه، وبعدين نادي العين في ابو ظبي، وبعدين نادي الوصل في دبي، وبعدين نادي حتى بقى رجعت على مصر تاني مدير فني للشرطه. وانا في المنطقه دي كده رحت متحرك على الموارد البشريه، الخطوه الثالثه. عشان كده انا بتكلم على الشيفت بتاع الكارير عندي، انا شخصيا بتكلم من واقع خبره عمليه تجربه انا خضتها. انما استغرقك بقى التحول الاخير ده؟ اكيد انا حسيت ان انا كان المفروض اكون هنا من زمان. طيب في الموارد البشريه طبعا، رائد فن الحياه، ودي يعني ملكيه فكريه لحضرتك. في وقتها كان الكلام كله على التنميه البشريه. وكنا بنعاني في التنميه البشريه من كلمه يعني نصايح كبيره جدا، لكن مش عارفين نعملها ازاي. أيوة. حد يقول لحضرتك خليك ايجابي. ايوه. فانا اقول له حاضر، اعمل ايه بقى؟ يقول لي ايجابي. اشرب ميه كتير. خليك ايجابي يعني كده، فكده دي ما بتعملش حاجه. ودي احنا كلنا بنتربى عليها. أيوة. يعني بابا يقول للولاد مثلا يا تخليك راجل. ايوه. بس. ايوه ماشي، عايزه يعمل ايه؟ أيوة. راجل. أيوة. انا فاهم انت عايزه يعمل ايه؟ فينتج عن الكلمه دي من غير تولز ليها، من غير اليات. ان الولد يشرب سجاير، ان الولد يحاول يضرب اخواته الصغيرين، لان الصوره الذهنيه للراجل. أيوة. هو بيعملها، هو بيشوف الراجل ده يعني ايه، يعني بيعمل حاجات ما بيعملوش الصغيرين، يبدا يفكر فيها. يقول له يا تخليك واثق في نفسك،
ايوه حضرتك عايز نعمل ايه؟ واثق في نفسك كده. ايوه دي اللي هي ايه بقى. طيب وحضرتك تفصلت الاجابات للاسئله. طبعا هو الشغل الفني الحقيقه الفرق بينه وبين التنميه البشريه هو الجزء ده. ازاي نعرف نعمل اليه لاي نصيحه نقولها؟ عشان كده احنا بنفرق ما بين النصيحه وبين المهاره وبين المهام والانشطه. اي نصيحه هقولها لحضرتك معهاش مهاره ومهام وانشطه يعملها عشان ينفذ، يقول لك ايه؟ خليك راضي. ايوه اعمل ايه بقى؟ راضي، انا فاهم انا هعمل ايه. طب ما نبتدي من هنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه في رضا. اول حاجه في الرضا لازم اي حد بكلمه يفهم الفرق بين الواقع وبين الموقع. دول اتنين مش زي بعض خالص. الواقع في حياتنا هو كل حاجه ما نقدرش نغيرها. ايوه. مطلوب فيها الرضا والاستسلام التام. يعني بابا مين؟ ما اعرفش اغيره. يقول لك لو كان بابا وزير مش كان زماننا دلوقتي؟ يا سيدي خلصت القصه دي، اقلب الصفحه عشان دي مش هينفع نعمل فيها حاجه. وافتكر وانا في منتخب مصر كنت في ثانيه ثانوي تقريبا، وكان المنتخب مسافر حته بحرين او الكويت تقريبا، واتجمعنا وبعدين جم قالوا فلان وفلان يمشوا، انا من اللي هيمشي. فسالت وقتها انا امشي ليه؟ قالوا لي عشان قصير. انا طولي 1.80 متر، والمدرب اعتقد كان جيفكو حاجه كده، قال من اول 1.90 متر اللي تحت كده يروح. انا روحت البيت وانا حالتي وحشه قوي. كنت آمل طبعا تآمل بقى ان انا اروح المنتخب واعمل خطوه كبيره وكده. هو الراجل قال انا مش عايز قصيرين، وهو لوجيك برضو. انا وانا مدرب برضو فكرت زي ما هو فكر. فكانت والدتي الله يرحمها تبص لي تقول لي يا ابني ما تزعلش، انت بتتمرن كويس وتعب نفسك وكل يوم. ما كانش فيه صالات زمان، فكنا بنيجي ملعب الرمله يقولوا لي العب بره، لان انا ببقى متدايفنج بقى في الملعب، فطينه ميه مع تراب. ايوه. فتقول لي يا ابني بتتعب وما تقلقش وربنا لازم يعوضك. انا ابص لك اقول لها ايه؟ انتوا قصيرين، انا ذنبي ايه؟ هم مش قصيرين ولا حاجه، هم زي انا اللي هو العادي. لا ده انت يعني اقرب الى الطول. بقول لحضرتك هو العادي بتاعنا. لكن انا مش من الطوال بقى. كويس؟ فزعلان. زعلان جدا. ومش هتقدر تغير الواقع ده. مش هعرف اغيره. فكان لازم حد يقول لي يا حبيبي الرضا في الحياه هو الرضا عما لا يمكن تغييره. بابا مين؟ ماما مين؟ فصيله دمي؟ طولي، مقاس رجلي، كل الحاجات دي ما فيهاش مناقشه. اوعى تهري فيها كتير لانك هتبذل جهد كبير جدا فيما لا قدراتك البدنيه ضغط. ما هي دي بقى في حاجات تتحسن. في حاجات في القدره البدنيه تتحسن، لكن نوع الليفه العضليه ما تحسنش. هل اليافي حمراء ولا اليافي بيضاء؟ اليافي حمراء يعني ممكن ابذل جهد كبير قوي لكن القوه الانقباضيه قليله. اليافي بيضاء يعني القوه الانقباضيه عاليه جدا لكن ما اقدرش ابذل جهد طويل. دي ليها شغل ودي ليها شغل. المدرب طبعا في الاول بيعرف ده بتاع ايه وده بتاع ايه. تشريح النهارده بقى بيعمل كل حاجه من غير حتى رؤيه كده بتاعتنا بتاعت زمان دي، لا كل حاجه النهارده الاي اي يعملها فورا يعني. ايوه. الموقع بقى ده يمكن تغييره فورا. ثقافتي، لغتي، افكاري، احلامي، اهدافي، اخلاقي، قيمي، مبادئي، مهاراتي، المهارات بتاعتي، خطواتي، انجازاتي في الحياه كلها تتغير. فلما حد يقول لي انت راضي عن ايه؟ اقول له راضي عن احلامي، يقول لي غلط. احلامك ما فيهاش رضا. احلم تلمس السماء، ده حلم. حلم اشتغل عليه. وسع. وسع احلامك زي ما انت عايز. العجيب يا باشمهندس ان القران الكريم في شهر رمضان الله عز وجل يتحدث بدقه متناهيه عن الفرق. لسه كنت بقول انا سمعت حركة طبعا رجوع طبعا. يعني القران احسن لايف كوتش جدا. بس هو المهم ان احنا واحنا بنقرا نتدبر. ايوه. مش كامل بقى كامل لنا ربنا يقول ايه؟ يقول لا يكلف الله نفسا الا، وبعدين يجوا كلمتين غير بعض خالص، كلمه هنا وكلمه هنا. يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، دي هنا كده. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي هنا كده. كلمتين دول غير بعض. كلمه بتتكلم على اللي مش عارف اغيره. ما اتاها انا ماليش ذنب، ماليش دخل، انا كده زي ما انا وحاجه وقعت عندي. ابو يمين، ام مين، طولي قد ايه، فصلتي، مقاومتي الجينيه، دي مش بتاعتي، دي ربنا سبحانه وتعالى اتاني، انا مفعول به، مش عارف اغيرها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي سيبك من دي في القران، سيبك من دي، مش هتعرف تغيرها. خليك راضي عشان اسعدك باللي مش هتعرف تغيره. تعالى بقى الناحيه دي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل حاجه ممكن اغيرها. صور حضرتك الوسع ده، الوسع ده بتاعي انا اللي بعمله. محدش يقول لي عليه، انا اللي بعمله. ما ينفعش هنا اعملها هنا، ما ينفعش هنا اعملها هنا. العجيب في القران والمعجز ان اتاها تيجي مره واحده بس، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها.
ربنا مش هيحاسبني على حاجة أنا ما كنتش أعرف أعملها. لكن وصحها تيجي 5 مرات وتيجي بتعدد الضمائر، مش بس 5 عدد، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيزقني يقول لي أكد على المعنى. أيوة، سيبك من أتاها، تعالى على وسعها، دي سبت لك الباب على دي، اشتغل عليها. الأولانية كمان يا دكتور، تأكيد اللي كلام حضرتك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا، ما احنا كلنا يعني خلاص، هي اللي أنا هشتغل عليها. كسبت دي هتيجي غصب عني، وما اكتسبت أنا هروح لها. بالظبط. فكل المهارات الموجودة قدامي أنا ليه عطلان؟ ليه عطلان في تعليمي؟ في ثقافتي؟ في لغتي؟ في أخلاقي؟ في قيمي؟ في مبادئي؟ في مهاراتي كلها أقدر أغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يجي يأكد المفهوم. يأكده تأكيد عجيب جدا برضو، عشان يقول لنا اللي ما فهمش من القرآن أنا هوضح له. فيجي أبو أمامة في غير وقت الصلاة موجود في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ماذا جاء بك في غير وقت الصلاة يا أبا أمامة؟ قال: ديون لزمتني يا رسول الله. قال: يا أبا أمامة، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم آتاها وسعها، جاب دي كده وجاب دي كده. العجز نقص في آتاها. يا رب أنا نفسي أعمل بس ما عنديش قدر، ما ادتنيش يا رب الطاقة. زي ما انا كنت بقول لحضرتك انا قصير والمدرب عايز ناس طوال، طب انا اعمل ايه؟ انا عايز ادخل كليه الشرطه بس نظري ضعيف، هعمل ايه؟ دي اتاهه. ايوه. والكسل دي وسعها. انا عندي القدره بس انا مش بعمل حاجه. في لعيبه زمان كانوا حريفه جدا جدا في مصر بس ما عرفوش يبقوا محترفين. ده كان عنده نقص في وسعها. مهارات كبيرة عنده، أتاه موجود عنده بس وسعها ما عندوش. يقول لك فلان ده فلان ده لو احترف. أيوه ماشي، ما هو ما احترفش ليه؟ لو اشتغل على نفسه، لو اشتغل على نفسه طبعا عنده الإمكانية. أنت إيه اللي خلاك وقفت هنا؟ الباب كان مفتوح. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرق للناس ما بين حاجة أنا أعرف أعملها ومقصر، هتحاسب عليها، ربنا يحاسبك على وسعها. أنا اديتك، أنت ليه ما عملتش؟ كان عندك فرصه كذا وكذا وكذا. واحد كان سريع جدا، سبرينتر رهيب، ما لعبش العاب قوه ليه؟ كنت تبقى بطل، تفيد نفسك وتفيد اللي حواليك. ما دي ده رزق، باب رزق موجود. يقول لك هو سريع بس بيلعب في الشارع. ليه بتلعب في الشارع ليه؟ تاخد مهارتك دي او لعب تنس او مثلا يعني لعب لعبه مش بتاعت دي خالص. فاحنا مطالبين ان احنا نستكشف نفسنا ونستكشف اولادنا. طيب دكتور، انت حضرتك دخلتنا في جمله بس مهمه جدا لجزئيه الرياضي، لو اشتغل على نفسه، ودي كلمة كتير لما بتتقال للعيبة. حلو. محمد صلاح اشتغل على نفسه، لعيبتنا لازم تشتغل على نفسها، ازاي ده يحصل؟ حلو قوي. حلو قوي. محمد صلاح في لقاء كده قريب من حوالي سنة ولا حاجة، قال الفرق بين اللاعب بره واللاعب اللي عندنا هنا حاجة واحدة بس، المنتاليتي بس. شاور هنا كده. المنتاليتي. تمام. المنتاليتي ده بيجي منين؟ ده عبارة عن كالتشر. دي أتاهة ولا وسعها؟ لا، دي وسعها طبعا. الأسرة كلها بتشتغل على حاجة مش مظبوطة، لازم تتحسن. عشان كده بتكلم باشمهندس، أنا من فترة كده كانوا في تطوير فكر المواطن العربي مش المصري بس. احنا عندنا كوارث في التربية. كلنا اتسألنا واحنا صغيرين سؤال كمي، اللي هو بتحب بابا قد إيه؟ بتحبي ماما قد إيه؟ عمر ما حد سألنا بتحب بابا إزاي؟ شكل الكواليتي. الكواليتي يعني إزاي؟ والطفل يقول لك قد البحر يعني. ولذلك الثقافه بتاعتنا كلها. حتى فيروز لما غنت قالت ايه؟ شايف البحر شو كبير، كبر البحر. بحبك. طب اديني اماره يعني حضرتك. انا بتسال؟ لا مش بس انا بحبك قد البحر. شايف السماء شو بعيده، بعد السماء بحبك. كنايه. التربيه الكميه دي تقتل الابداع. انا اصلي ليا تفسير للرومانسيه. الناس ساعات بتزعل مني، يعني تتصور ان انا تفكيري مش رومانسي، لكن أزعم أن ده قمة في الرومانسية. أنا لا أرى الرومانسية في مجرد وردة أو كلمة طيبة، لكن في التضحية. صحيح. إن أنا بقى في جيبي فلوس عايز أشتري بدلة، وألاقي زوجتي بتبص في الفاترينة على فستان عجبها فأفضلها عليا، أو ابني محتاج جزمة فأخد اللي في جيبي أجيبه له. صحيح. أنا شايف إن دي رومانسية بس واقعية. رومانسية بتترجم، الرومانسية في رأيي حجم التضحية اللي حضرتك مستعد تعمله للي بتحبوه. جميل جميل. ده في كتاب جميل جدا، راجل اسمه جاريت شابمان، عنده كتاب اسمه لغات الحب الخمسة.
كل واحد ليه لغة حب غير التاني. في لغة حب مواقف، مش عايز منك حاجة، بس عايز لما احتاجك الاقيك في ظهري. في لغة حب هدايا، انا عايز بصراحة احب الهدايا، هات لي هدايا ومالكش دعوة. في لغة حب كلام، انا عايز طول الوقت اسمع كلام كويس. وفي لغة حب الكواليتي تايم، ان انا بعرف اقعد معاك وقت ممتع، لا بديك فلوس ولا بجيب لك هدايا ولا بقول لك كلام، بس وانا قاعد معاك بديك اهتمام. بس كل... شفت حب مهندس الصفقات جميل. لا لا انا لا يعني حقيقة. جميل يعني اصلي بقى، انا بشوف حب الكلام ده ولو انه لذيذ يعني، بس خطر، لانه ممكن ياخد الناس في سكك مش حقيقيه. خيال الحب ليه تعريف يا فندم؟ يعني قول تعريف دقيق. حضرتك خرجنا بره حته الرياض ازاي يشتغل على نفسه. حاضر، بس هقول الحب عشان ما امشيش من دي، عشان يقطعوني الناس اللي بتتفرج يقول لك ما قالش على الحب. الحب يا فندم هو عباره عن مشاعر دائمه، ده جناحه. الله. يبقى الشخص اللي انا بحبه مشاعري ناحيته دائمه، هنختلف هنختلف بس انا بحبه على طول، بس انا محتفظ بيه طبعا. والدراع الثاني او الجناح الثاني مسؤوليه اختياريه، انا مسؤول عن اللي انا بحبه اختياريا. الله. ما حدش فرضه عليا بالظبط، انا حبيته فبالتالي انا مسؤول عنك. والتالتة قاعدة كبيرة جدا بنقف عليها، هي احترام الآخر وقت الاختلاف. هو ده الحب، أنا أختلف مع حضرتك بس أنا بحبك، فبالتالي قادر أحتويك وإحنا مختلفين. نرجع بقى للرياضي إزاي يشتغل على نفسه. كويس. إزاي يطور شخصيته. كويس. إحنا دايما نقول حط قاعدة كبيرة ونشتغل تحتها. أجسادنا لا تحتاج إلى تعليمها كيف تعمل. إحنا اتولدنا من بطن أمنا. المعدة عارفة هتعمل إيه، القلب عارف، الكلى، مفيش أي حد اجتهد إنه يحسن أداء معدته. صح دي؟ ايوه. ولا غلط؟ معرفش. لا ما قول لي. سليمه 100%. ما حدش اجتهد يحسن اداء معدته. يعني امال الطب بيعمل ايه؟ لا الطب يعالج لو في حاجه غلط او يقول لك حافظ عليها. لكن كل الطفل الصغير اللي هنا زي الطفل اللي في امريكا، زي اللي في اليابان، زي اللي في جنوب افريقيا. لكن في حسن عسر هضمه ده بيجي من اللي هياكله. بعد كده. لكن اجسادنا لا تحتاج الى تعليمها كيف تعمل. ولكن عارفه وظيفتها. عارفه وظيفتها. ولكن عقولنا تحتاج الى تعليمها كيف تفكر. يبقى الأزمة كلها بتبدأ منين؟ من الدماغ دي بتفكر إزاي؟ حلو؟ لو أنا فكرتي غلط بتؤدي إلى استخدام مفردة غلط. يعني أنا بفكر فكر غلط فبعبر عنها بكلام غلط، هقول لحضرتك أمثلة. ولما بعبر بكلام غلط بيجي لي مشاعر غلط. ولما يجي لي مشاعر غلط يحصل سلوك غلط. ولما يحصل سلوك غلط تيجي نتائج حياتية غلط. ولما تيجي نتائج حياتية غلط حياتي متلخبطة وأنا مش عاجبني حياتي. فبقول أنا، واحد يقول لك أنا حظي وحش. يعني ايه حظ وحش؟ لا يعني ايه حظ وحش؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، مش حاجه اسمها حظ وحش خالص. وربنا سبحانه وتعالى لا يكافئ على الايمان هنا، يكافئ على الايمان في الاخره. هنا يكافئ على العمل. حضرتك تشتغل، هتقابلك شويه امتحانات حلوه ووحشه، تنجح فيهم تطلع درجات. مفيش حاجه هنا خالص اسمها مكافاه على الايمان. فهمونا زمان انك لما تبقى مؤمن كويس، واحنا في رمضان اهو صح كده؟ يقول لك لما تبقى مؤمن فربنا يكافئك هنا. لو كافئك هنا يخل بأحد قوانين الكون الكبيرة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي لا إكراه في الدين. طب أنا لو كافئت المؤمن هنا وهو ما بيشتغلش كويس، ما بيتمرنش كويس، ما بينامش في مواعيده، غير ملتزم، وخليته يكسب، طب ما يلخبط قانون الكون. لأن الملحد يقول لك إيه يا عم، ده هو عشان بيصلي بيكسب، انا بقى ما بصلش هعمل ايه؟ فأمن غصب عني. لا، ربنا ساب الايمان اختياري، فكان لازم يكافئ على قدر العمل. الملحد يكافئ جدا لو هو افضل، لكن امتى المؤمن يكافئ على ايمانه؟ لو تساوى جهده مع الملحد. عشان كده احنا مثلا منتخب مصر بيلعب مع المانيا او مع البرازيل، اي فرقه كبيره، واحنا قعدنا كلنا في الكعبه ندعي والباقيين قعدوا في سيدنا الحسين، هنخسر برضه. نخسر ليه بقى؟ يعني كل الدعاء ده تانيين في الملعب بيتمرنوا، الملعب اللي يقول هو بيتمرن كام ساعه، هو بيتمرن كام ساعه وبيشتغل ازاي، هو ملتزم قد ايه. وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. صحيح. فالمساله مرتبطه هنا، الكون يا استاذ ابراهيم دقيق جدا، ما بينقطش. يقول لك فلان الفلاني مش محظوظ. لا، هو مش محظوظ الماتش ده، هياخد مكافئته الماتش الجاي. فيجي الماتش الجاي بيشوط كوره كده راحت خبطه في واحد وداخله جول. انت فتحت لي سكه، لان في يعني مش بتضايقني انما بتدهشني جدا، اما الناس تقعد تقول لك اصل الاهلي محظوظ. يعني تفسيرهم لتفوق الاهلي ان في حد بيتحيز له، حد بيدلعه، حد بيديله حق مش حقه،
او محظوظ، والكلام دخل فيه الكلام المحسوم الشعبيه والمكانه الدوليه و و هل ده بقى ايه راي حضرتك صحيح في حته الاهلي محظوظ اسمها الارقام علميا؟ اسمها الارقام يا فندم. الارقام لا تكذب. الارقام ايوه. قول لي ايه بلاش الاهلي والزمالك. اصل لا انت حضرتك جاوبت في شق وبعدين هتنهي بالارقام لما قلت الله ده بيشتغل وده ما صحيح ما بيشتغل، ده عمال بيقول ان ده بيكسب الحظ والتاني بيشتغل على حظه. سعد مشغول في الكلام بيقول لك كيف تصنع الحظ؟ كيف تصنع الحظ؟ اسمه قانون الفرصه. فرص في الحياه موجوده، في ناس تغتنم الفرص وفي ناس لا تجيد اغتنام الفرص. الفرص موجوده بس تنتقد الاخرين بس. وانا يقول لك كيف تصنع الحظ؟ طيب راجل ده برنامج كامل يا صبر. عايز ياخد كل حاجه بس حاضر. راجل جميل اسمه ألدوس هيكسلي يقول ايه؟ لكي يكون لديك اعلى مبنى في المدينه فامامك طريقان. الاول ان تنشغل في بناء اعلى مبنى، تش مشغول في نفسك وعمال تجيب بقى كل حاجه عايز تعلي المبنى بتاعك. التاني ان تهدم كل المباني وتبني خيمه. عندك اعلى مبنى برضه بس انت كنت مشغول قوي عشان ابقى اطول منك. عملت ايوه بالظبط كده، عملت تهد كل اللي حواليك. فالناس اللي مشغوله دايما بالاخرين ما بعرفش اعمل حاجه. عشان كده القران دقيق، احنا في رمضان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول هتيجي الايه لا يضركم من ضل هداكم يا الذين امنوا عليكم انفسكم. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ايوه انت ركز في نفسك خالص. ركز في نفسك انت، مش انت قلت له خلي بالك من نفسك اوعى تقع بس في الحفره؟ سيبه بقى هو وتعالى شوف شغلك انت. لكن انا افضل ماشي جنب يا ابني انا قلت يا حبيب تعالى كده، لا مش هينفع. لازم انا ادي ملاحظه صغيره وانشغل في نفسي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجه ما تعنينيش انا، حضرتك بتشتغل ازاي في ناديك؟ انا اتعلم منك. اتعلم منك. عرفت اتعلم خير وبركه، ما لقيتش حاجه عندك اتعلمها انشغل بقى في نفسي انا. لكن انا قاعد طول الوقت باصص لك كده، انت بتعمل، انت طلعت، انت نزلت، ما انت كسبت والحكم، كل الكلام ده بياخد من جهدي انا. انا بدل ما جهدي على فريقي بقت جهدي رايح على الفريق التاني. ودي من ضمن الحاجات اللي المدربين احيانا بيغلطوا فيها في الاعداد للمباريات. انت عملت سكاوتنج على الفرقه الثانيه، عندك ارقام واضحه جدا، اديت المهام المطلوبه، انسى بقى الفرقه الثانيه خالص، شغل على فريقك انت بقى. دكتور بمناسبه المدربين، جوزيه مورينيو في تعليقه على فوز الاهلي على الزمالك في ماتش الكاس الاخير قال انه في ناس تقول لك الفريق الكبير ده كسب عشان الحظ، وفي فريق يقول لك خبرات لعيبته، وفريق يقول لك دي حمايه من الله، لكن في الحقيقه انه هذا الفريق الكبير يمتلك قوه خفيه تصنع له النصر. هسألك عن القوة الخفية التي تصنع النصر للأهلي دائما، وإيه حكاية روح الفانيلا الحمراء علميا، مع الدكتور شريف صلاح مستمتعين بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين ومستمتعين حقيقة بالحديث مع الدكتور شريف صلاح أستاذ التنمية البشرية ورائد فن الحياة. كنا بنتكلم يا دكتور قبل الفاصل على إزاي الرياضي يشتغل على نفسه، والمهندس عدلي أشار لي أن محمد صلاح واحد من اللي طور نفسه. اللعيب اللي عندنا إزاي يشتغل على نفسه ويعمل إيه؟ إحنا حطينا أول قاعدة كبيرة أن أجسادنا لا تحتاج إلى تعليمها كيف تعمل، تمام. ولكن عقولنا تحتاج إلى تعليمها كيف تفكر، تمام. من أول لحظة على طول أنا لازم أعلمه يفكر إزاي. لأن كل تصرف بينتج من أفكاري أنا بشوفه تصرف، بس أنا مش فاهم إن في فكرة هي اللي عملت التصرف ده. فلما أكون ألفاظي أنا بتدعم تصرفات سلبية، زي مثلا أقول لحضرتك حاجة، أخبارك إيه الصبح؟ فتقولي لا جديد. لا جديد دي مشكلة جامدة جدا لو اللعيب قال هو مش شايف حاجة، بس إيه اللي حصل عنده؟ إن أنا غير راضي عن الحياة. فغير راضي عن الحياة لما أجي ألعب في الملعب أنا مش مستمتع، ما أنا حاسس إن لا جديد أو عادي. أقول لك عامل إيه؟ تقول لي عادي. نعمل اختبار للاعبين كده، اللاعبين او الموظفين شركات يعني. نقول له مثلا لو الجو النهارده لا برد ولا حر، وانا هطلب منك تقول لي الجو اوصفه بايه؟ وبيكتبوا في ورق، واجمع الورق والناقش اللي هم كتبوه. فحد يقول معتدل، الجو لا برد ولا حر، حد يقول معتدل، حد يقول عادي، حد يقول كويس، حد يقول جميل. فانا اقول لهم لو ما قلتش قمه الروعه يبقى انت عندك مرض كبير جدا انت مش شايفه، وهو فقدان القدرة على الاستمتاع بالحياة. الجو لا برد ولا حر، يبقى الوصفة بتاعته ايه؟ رائع. احنا في البرد بنشكي وفي الحر بنشكي،
ربنا سبحانه وتعالى بعت لي جو لا برد ولا حر، يبقى لازم الاجابه بتاعتي لو انا المفردات بتاعتي انا بحطها صح ايجابيه جدا عشان لما اجي العب بقى جو رياضي الجو حلو قوي ما انا رايح اتمرن. فالمدرب بيسال اللعيبه السؤال ده، اللي يقول لك كلمه اقل من رائع ده اداؤه في الملعب غير مستمتع، مش مدرك، ما هو مش عارف يستمتع بالحياه اصلا. فكل ما تجيله حاجات للاستمتاع هو فقد القدره. في مدربين كتار انا حضرت يقول لك ايه يا حبيبي انا عايزك تتبسط وانت بتلعب، مش عارف يتبسط الا لو افكاره تدعم الانبساط، هو مش هيعرف يستمتع ويمتع الاخرين الا لو افكاره تدعم. وقد يكون مفهوم انه يلعب فردي رقص كتير، لا احنا عايزين نستمتع بالاداء يعني هو الكل. استمتع بالاداء رقص استمتع بالنتيجه، هيدينا النتيجه في الاخر. فالولد اللي بيعرف يستمتع ده بيستمتع بكل حاجه. يقول لك في الملعب شخصيه الحكم وشخصيه اللاعب. شخصيه الحكم لا يستمتع، الحكم مطالب باكتشاف الاخطاء، لكن اللاعب مطالب ان هو يستمتع ويمتع. فاللاعب اللي مش عارف هو يستمتع بالاداء ويمتع الناس اللي موجوده معاه يبقى هو مش بيلعب، هيبقى اداؤه ناقص، اداؤه ناقص جدا. هو فقط حاجه كبيره هنا ما بتلعبش، لازم تشتغل صح. لما يجي يقول لك مفرده زي مثلا التمرين يقول لك عملته خلاص، ما فيش حاجه اسمها خلاص، وخلاص اعتراف بعدم الاتقان. الكلمه دي جوانا هنا كده كلمه عملتها وخلاص، حضرتك مش قادر تقول ان انا غير متقن، انا غير مستمتع، فبتقول كلمه بديله. فانا معنا مجموعه كلمات كده ممنوعه تماما للعيبه، واي لعيب يقولها نجيبه نحاسبه. ليه؟ عشان بدري جدا انا اخلي قاموس مفرداته المحرك للمشاعر والسلوك قاموس جيد. من بدري قوي حتى الاسره في البيت. ايوه. اعمل لنا فنجان زفت زي ما كان سي السيد بيقول لست امينه. هيشرب فنجان زفت، فكل بق يشربه من القهوه هو عباره عن ايه؟ عن مشروب من الزفت. بعد شويه اصبح في تراكم للزفت جوه، عشان يعرف يستمتع صعب جدا جدا. بنسال اللعيبه في بدايه التمرين ايه امتى بتبقى سعيد جدا؟ فيقول ابقى سعيد لما، نقول له تعالى اقعد بقى عندك مشكله، لانك انت طلبت من اللاوعي عندك انه غير سعيد الان. انت قلت له هبقى سعيد لما، طيب هتنزل تتمرن انت غير سعيد، انت ازاي مش سعيد وانت شايف وسامع واقف على رجليك وحبايبك حواليك النهارده وبتتكلم وتفكر وكلت وشربت ودخلت حمامك، كل ده مش بيخليك وبتلعب في نادي كبير كل ده مش بيخليك سعيد، يبقى انت عندك مشكله. وهتعمل لي مشكله في الادراك وديها. في ادراك معنى السعاده بالظبط. فنقول له هتحط كلمه واحده بس في تمارين اللاعبين يعني هتضيفها على كلامك، اكون سعيد اكتر لما. كلمه اكتر، فانا بقول سعيد. ايوه حطيت الخبر ان انا سعيد. بقول اللاوعي عندي انا سعيد. طب انا اسال حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي عندي فرقه وعايز استعين بحضرتك، هتقول لها الكلام ده؟ طبعا. وهيكون مؤثر معاك؟ طبعا، مبني عقليه احنا بنشتغل عليها، بس احنا هنقول كلام وبعدين المدرب يبدا يراجع اللي احنا قلناه. احنا بندي تعليمات وبنعلم مهارات. طب هل شغل اللايف كوتش زي كده يبقى في سن اكبر ولا الافضل من سن صغير؟ كل الاعمار تنفع، لكن بكل تاكيد مع الصغيرين اكتر. البناء من تحت. البنيه عقليه. يعني كلام بابا وماما اللي في البيت الملخبط ده احنا احنا ملخبطين خالص. خالص يعني. زمان مثلا كانوا يقولوا لنا ايه؟ يا ابني اسمعني يا ابني، اللي تعرفه يا ابني أحسن. ده قتل الابداع من بدري. أيوه. لان الابداع في اللي ما تعرفوش. صح، صحيح. مفيش ابداع في اللي تعرفه، ما انت عارفه. ايوه. فهنا انا افقدت الاولاد قدره على الابداع، حطيت له بذره صغيره كده وعماله تكبر معاه، هو عنده 30 سنه بقى البذره دي عندها 30 سنه بقت شجره كبيره، عنده 50 سنه بقى. فبنخاف حتى وان كان اللي تعرفه ده مش هو اللي يلبي لك احتياجاتك. جرب، مفيش مشاكل. جرب. احنا دايما نقول في جرب دي نقول ايه؟ الخطوات القصيره في التجريب. ليه؟ انا مش عايز اجرب بخطوه طويله عشان لو طلعت غلط ما اعرفش ارجع. لا، نقول جرب بخطوات صغيره. ودي من ضمن الحاجات بقى اللي احنا بنقول اللي هو المنتاليتي، يعني انه لازم لو الموقف بتاعه شايف انه عنده امكانيه افضل ولازم يكون عنده رؤيه دي، يعمل خطوات صغيره يمين شمال ورا قدام، يشوف المساله اوضح. فلقى الجو مش حلو بعد ما يروح خطوه صغيره يرجع بسهولة، يغير في حاجة، يرجع بسهولة. لكن لازم يحصل تغيير ضروري، تغيير في طريقة نومي، طريقة أكلي، طريقة شرب، علاقاتي، مسألة علاقاتي. اللايف كوتشنج كلها بتتكلم على محورين كبار جدا في العلاقات حتى بالنسبة للعيب. إدارة الذات بترتيب الأولويات، هو إيه قبل إيه، مهمة جدا جدا في كل حاجة في الحياة. التانية إدارة العلاقات بتقبل الاختلافات. أنا بلعب لعبة جماعية، الناس اللي موجودين معايا في الملعب مش زي بعض، في حد جريء، في حد حذر، حد سريع، حد بطيء، حد بيتكلم كتير، حد بيتكلم قليل، احنا غير بعض.
انا ازاي اعمل الكومبينيشن بقى بين التيم ده ادخلهم في بعض كده؟ شغلانه كبيره جدا جدا. طيب انا كنت اشرت لحضرتك على جوزيه مورينيو وتعليقه على فوز الاهلي على الزمالك وازاي هذه القوة الخفيه عند الفريق البطل. مورينيو قالها والدكتور شريف صلاح يحاول يوصلها لنا علميا لما نشوف كلام مورينيو. الفرق الكبيره لديها شيء سحري خاص استثنائي، ما هناك من يسميه الحظ، هناك من يسميه الخبرة، هناك من يسميه أن هناك حماية سماء من ربانية أو نعم. ولكن عادة الفرق الكبيرة لما تصل إلى هذه اللحظات الحاسمة فهي تفوز، وكما قلت من قبل المباراة تستمر إلى نهاية المطاف وتسجل وستفوز بدون شك، وإذا استقبلت هدفا فستخسر. لا، لم يكن هناك من اتخذ من جازف من أجل الفوز. الأهلي سجل الهدف الأول والزمالك لعب مباراة كبيرة كانت متنافسا قويا وكانت النتيجة متساوية للأخير. سيعودون حزينين ولكن بفخر، والأهلي مرة أخرى كسب لقبا إضافيا إلى سجلهم التاريخي العظيم في أمسية رائعة جدا بتنظيم متميز بنوع من الكاريزما وأضواء وأنوار مختلفة تماما. لقد كانت أمسية كبيرة للكرة المصرية. مبدل تفضل. أعجبك أكثر الهدف الأول أو الهدف الثاني؟ الهدف الأول أحببته فيه أن هذا اللاعب الشاب ركض وحاول أن يهاجم المساحة في مباراة كان فيها كل شيء مغلقا ويتوقف، وكان هناك نوع من الجمود في التموقع بالنسبة للاعبين، لم يكن هناك من يتحرك ويطلب الكرة في المساحات، وإنما اللاعب كانت لديه هذه الرغبة وركض بعد المدافعين. كما قلت في هذا الوضع يجب على المدافع أن يصعد وأن يدافع المهاجم، لأن هناك مجازفة كبيرة أن تلعب على خط التماس، لأنه هي مسألة سنتيمترات فقط. والفار VAR تقنية الفيديو اضطرت إلى وقت كبير لأن الفارق لم يكن كبيرا. طيب دكتور شريف، استنبطت إيه من كلامه؟ طبعا كلامه جميل. طبعا مورينيو يتحدث بالنسبة للأهلي عن ثلاث أربع نقاط. النقطة الأولى، الفريق الكبير عنده مخزون من الكاريزما من التاريخ، ولازم نعرف تأثير التراث في الإنجاز القادم. النقطة الثانية، فكرة الحظ، وأنا واحد مش من الناس اللي شايفة التفسير كل شيء على أنه ده الحظ، ده عجز عن التوضيح العلمي، لأنه حتى الكرة تخبط في القايم القايم بيشغل حيز من الفراغ. صحيح، لو أحسن التصويب داخل القايم هتدخل. مظبوط. إنما باستمرار تحميل المسألة على الحظ، مورينيو قال لك لا، هو مش الناس هتقول لك حظ وهيقول لك حماية من الله وهيقول لك خبرات، لكن هي دي قيمة الفريق الكبير بكل ده. تفسير حضرتك علميا ايه؟ أول حاجة في الحظ لازم اللاعب وهو بيرضع لسه داخل النادي يفهموا يعني ايه الحظ. الحظ هو نقطة التقاء بين الإعداد الجيد والفرص العابرة. احنا دورنا ايه؟ الإعداد الجيد. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت ايه؟ الفرص العابرة. كل ما كان الإعداد أفضل، كل ما كانت الفرص اللي احنا هنلتقطها في الحياة فرص أعلى، وهكذا. شوف لعيب في ليفربول مثلا بيتدرب كام ساعة في اليوم، ولعيب عندي بيتدرب كام ساعة في اليوم، هنحسب يعني. شوف كده اليوم بتاعه شكله إزاي، واليوم بتاع لعيب عندي شكله إزاي. المفروض هو محترف وأنا محترف. الفرق في إيه بقى؟ هو محترف حقيقي، أنا محترف على الورق. مش عايز الناس تزعل مني. محترف حقيقي يعني إيه؟ يعني هو بياكل، في حد بيقول له ايه؟ خلي بالك انت هتاكل بس دول بس كده، مفيش حاجه اسمها جعان او شبع، دي مش قضيته خالص. المحترف عنده درجه عاليه جدا من الالتزام. المحترف عنده مجموعه حاجات كده بيقول عليهم ال 11 الكبار. عنده تقبل ذاتي، عنده تقدير ذاتي، عنده تحفيز ذاتي. هم ال 11 ذاتي، النمره بتاعته هو حد بيعلمها له وبعدين هو يشتغل عليها. عد حضرتك معايا: تقبل، تحفيز، تقدير، ثقة، تطوير، تخطيط، التزام، تحدي، تحكم، تنافس، تقييم. 11 واحد. حلو. نقول له بقى تعالى. وكلهم في القوة الذاتية. هم كلهم ذاتي.
بس هو بيتعلمها في الاول. ان هو عنده 10 15 20 سنه او اول ما يروح يحترف على طول بيجي لايف كوتش معايا يقول له ايه، بص ال 11 واحده دول بتوعك انت، احنا هنعلمهم لك، بس كل يوم تعلم صح علامات على الى اي مدى الكلام ده موجود عندك او مش موجود، وتدي نفسك درجه عشش معاك خلاص بقى. هو بيبقى دماغه راكبه كده مع ال 11 واحده دول، هو لازم يعرف هو وصل فين، انا درجتي قد ايه. وبعدين في حاجه اسمها السيلف ايفاليوشن، انا بقيم نفسي مش لازم حد يقيمني. النهارده بقى التقييم سهل جدا بعد المباراه، مش في سكاوتنج النتائج بتطلع كام تمريره صح، ده احنا جوه الماتش بتشوف النتيجه على الارقام. فاللعيب مش محتاج حد يقول له انت كنت وحش، لا هو الارقام باينه اهي. فسهل جدا النهارده غير زمان، زمان كنا بنجتهد، لكن النهارده اصبحت سهله جدا هو يعرف مكانه فين. فاول حاجه لازم يعرف الحظ يعني، عشان ما يقوليش بقى لما يكبر شويه اصل حظ. يا حبيبي مفيش حاجه اسمها حظ اطلاقا. ولا واحد في المليار، بالمليار مش موجود اطلاقا. هي بس احنا بذلنا مجهود هنا ما خدناهوش هنا، خدناه هنا بس كده، لكن في الاخر لازم تاخد كل المجهود بتاعك تاخد حقه. النقطه بقى الثانيه المهمه جدا بيتكلم عليها مورينيو، انا هعمل لك فيها معادله علميه خطيره جدا جدا. مورينيو بيكلمك على التاريخ. هي الثقه بالنفس عباره عن ايه؟ عباره عن معادله اسمها الخبره على الموقف. الخبره اللي عندي قد ايه، والموقف اللي انا بتعرض ليه دلوقتي قد ايه. اذا عليت الخبره عن الموقف معايا رقم كبير، يبقى مستوى الثقه بالنفس بتاعي والقدره على التعامل مع الحاجات الجديده دي جيد جدا. طب الموقف اعلى مني، يبقى الثقه بالنفس قليله، يبقى انا سهل جدا اتهز. ناخد مثل من الملعب، الاهلي يا ترى كام ماتش كسبه بلس 90؟ كتير. كتير. فاللعيب عنده حتى هو 90، فاللعيب يقول لك ايه، في جايه 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 جايه. فبيهاجم بشراسه، التمسك بالروح. ايوه ما زال في امل. اللعيب اللي ما عندوش الخبره دي، اللي ما كسبش ماتشات كتير بلس 90، انا بضرب مثل واحد ما كسبش ماتشات كتير بلس 90، مجرد ما الماتش دقيقه 85 يقول لك ايه، خلاص ما جبناش جون في 85 دقيقه، يهمل بقى هجيب دلوقتي. فبيبدا جسمه يرفض انه يديله الطاقه اللازمه لتجاوز ازمات جوه الملعب، والتاني بالعكس مع الوقت وده بالعكس بتعلى بالظبط كده. يبقى اذا هي في حاجه جوانا بتتحرك تراكم المواقف، احنا مش شايفينها. الخبره على الموقف. ايوه. فالنادي الاهلي مش بقى بيكسب حكايه التاريخ، طبعا اكيد التاريخ والعراقه والاصاله موجود، لكن كل اللي بتديله ثقافه. ايوه بالظبط كده، اصبحت كلتشر بالنسبه للاعب، هو عدى على المواقف دي كتير، فبالتالي مستوى الضغط النفسي عليه اقل. لكن روح بقى الاهلي هيلعب مع ريال مدريد مثلا، او هيلعب مع ليفربول، او هيلعب مع اتلتيكو، اي حد بقى من الناس اللي هناك، هيبقى اللي بيلعب معاه التاني عنده رصيد اعلى. ايوه. فهو احنا الاهلي بالنسبه لنا الاهلي. لما يجي يروح يقول ايه يا رب بقى يعني يمسكوا بقى ونخطف جون، احنا فكره نخطف جون، هما بالنسبه له هناك مش يخطف جون، هو هيلعب احسن حاجه عنده ومتاكد ان الاجوان هتيجي. احنا بالنسبه عايز افتكر ماتش بتاع المكسيك اللي اتغلبنا فيه 4-2. القارات كان 2-2. كاس القارات كان مع جوزيه. لا بتشوك المكسيك. ايوه كان مع جوزيه وقتها. ايوه. وطلعنا الشوط الاول كسبين 2-1. ايوه. المحللين بين الشوطين، انا كنت قاعد انا ولادي، فكانوا بيقولوا ايه، الاهلي بقى يمسك كوره يحاول يحافظ على اساس ان احنا، فانا قلت لولادي على طول اذا المدرب فكر كده فكر كده اتغلبنا 100%. هو مش عايز يلعب، هو عايز يقف لحد ما الماتش يخلص، عايز يعدي الليله. عايز يعدي الليله بقى الوقت عدو. طب مش هينفع، مش هيعرف، مش هيعرف، ما حدش عارف يقف الوقت. فلازم هنا المدرب يركز مع اللعيبه، احنا هنلعب بشكل قوي جدا جدا، بس هنركز على الالتزام الخططي، هيبقى ايه المطلوب بالظبط. يعني مثلا لو رحت الناحيه دي احنا نعمل ايه، لو رحنا هنا نعمل ايه، نرجع بسرعه ازاي، اللي يفقد الكره دول، الحاجات دي قول ادوار، مش ان احنا يا جماعه عايزين نعدي الوقت، نحاول كل نكسب وقت، نكسب وقت ده مش في اللعب، مش في الكلام. في ظاهره الاهلي بلس 90 في تفسير تاني غير اهميه تراكم الخبرات والمواقف؟ لا، هي الخبره على الموقف اللي بتحسم الامر. عشان كده لما بيجي لعيب جديد على النادي الاهلي بيقعد فتره على ما يستوعب، قبل ما ياخد باله من دي كده. أيوه. هو يبقى اللعيبه بقى بتبدا تنقل، اصل دي كلتشر. أيوه. فدي عدوى. أيوه. فاللعيب اللي مر بقى بالحكايه دي كتير بيبدا ينقلها. كلنا بناخد من بعض. أيوه. فناخد الحته دي كده. أه. لما بيروح لعيب من النادي الاهلي، ركز بقى حضرتك معايا، لنادي تاني ما بيعرفش يعملها، هو المجموع معاه. ما هو واحد ما يعرفش يدي 10 صحيح. لكن التسعه والثمانيه يدوا الواحد والاثنين. صحيح بالظبط كده. طيب دي موجوده في النادي.
تلخص كلمة روح الفانيلا الحمراء في الكلام ده ولا في إضافات؟ لا، روح الفانيلا الحمراء دي مهمة جدا. ليه بقى؟ في حاجات بنسميها السبليمينال. ايوه، سبليمينال يعني أنا ما أشوفهاش بس هي موجودة جوه. إزاي؟ يعني مثلا مجلس الإدارة مثلا اللعيب الصغير يقول لك إيه؟ أما أدخل النادي الأهلي أنا داخل دولة، داخل دولة، في منظومة كبيرة بتحصل. أنا مش شايف في حاجات يعني النادي جوه النادي، ما أنا أنا عضو في النادي فبشوف كل حد مسؤول عن حاجة وكل حد بيعمل حاجة بشكل جيد جدا جدا. ما بنشوفش بقى مجلس الإدارة طالما كل المنظومة ماشية بالطريقة دي كده. عكس مثلا تروح مكان تاني تلاقي لازم حد من مجلس الإدارة يتدخل في أي مشكلة تحصل عشان ما فيش منظومة موجودة. فاللعيب اللي بيشوف المنظومة مبكرا بيعرف على طول إن هو في نادي كبير. دي اللي بيقول عليها روح الفانيلا الحمراء، هو اللعيب مش فاهم بس عارف انه داخل منظومه، عارف ان حقه هياخده بالكامل، عارف ان مفيش حاجه اسمها الضعيف يتاكل، عارف ان مفيش حاجه اسمها اصل بابا فلان او ماما فلان خالص. وكلمه اللي تتقال لك لازم هتتنفس. بالظبط كده، بالظبط كده، انت دخلت جوه المنظومه. وفكره المنظومه دي احب بقول عليها عندي سيستم وعندي مشاعر وعندي نتائج. اي منظومه في الدنيا قايمه على الثلاث حاجات دول، ما اقدرش العب واحده منهم ولا اثنين. سيستم يعني ايه؟ يعني كل الناس يسري عليها السيستم ده. يعني اقدر الخص ان الرابط بينهم درجه الالتزام، هو التزام جوه المثلث. انا ملتزم بان في سيستم، مجرد ما دخلت النادي الاهلي دخلت على السيستم. دخلت مش داخل اغير. لا 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 خالص. مش هينفع، انا مش عارف اغير، وفي منظومه كبيره انا دخلت جواها. الحاجه الثانيه مشاعر، هيبقى مطلوب مني طول الوقت احترام زمايلي واحترام نفسي عشان لو حصل اي غلط مش هتسامح وهتعاقب وبعديها هبقى كويس. مفيش حاجه اسمها ايه اللي هي عملته خلاص جاته خلاص، طب انا اعمل ايه؟ ما غصب نعديها عني او نعديها. مفيش نعديها، هي دي كلمه المشاعر. وتحت الضلع الكبير نتائج، انا بلتزم مطلوب مني النتائج. حركة المكنه بتاعتك ما بتطلعش قماش فهنقول لك ايه؟ انت فوق راسنا وشرفتنا ونورتنا، بس احنا متشكرين جدا عشان المكنه ما بتطلعش قماش. وده انا شايف يعني ايه مودست، انا ماليش دعوه بالكوره بس انا اقول من ضمن الكلام، يعني الناس بتقول ايه؟ خلاص ما هو المكنه ما بتطلعش قماش، ممكن تطلع في حته ثانيه، بس بالنسبه لي انا عندي الثلاث حاجات دول. قادر تنتظم جوه المنظومه بتاعتي، اهلا وسهلا. المشاعر بينك وبين الناس اللي معاك ونفسك والاداره جيده، في نتائج جايه، النادي فوق راسه، انت فوق راسي. لكن اي واحده من دول فيها خلل النادي مش هيخليك. هي دي كلمه منظومه. لعيب بقى الصغير بيشوف دي كويس قوي، بنسميها السبليمينال. يعني لعيب الطاير او لعيب اليد او لعيب كارتيه ملوش دعوه بفريق كوره، بس هو شايفها، شايفها بتاثر فيه. طبعا طبعا، هي دي اللي بتعمل اللويالتي عند اللعيب. يقول لك هو منتمي ليه؟ هو منتمي، شايف حاجات فوق بتعلم فيه، زي الولاد بالظبط بتعلمهم بابا وماما في البيت. ايوه، مش هينفع بابا يبقى بيعمل حاجات غلط كتير ويقول لك ايه بس انا عايز ولاد كويسين، مش هيبقى كويس. بابا ده مهم جدا، بابا المؤسسه، بابا الشركه، بابا النادي، بابا الدوله، بابا انا كلنا. ما تخليش تصرفاتك تتناقض مع اقوالك. بالظبط بالظبط، ودي موجوده في المنظومه. عشان كده بقول لما نتكلم على منظومه النادي الاهلي نقول كيف يمكن. اتفضل كمل الجمله عشان هسالك سؤال اللي شغل الناس بقى. كيف يمكن خلق لاعب منتمي محترف؟ طبعا انا مع حضرتك يمكن ناقشنا الموضوع ده قبل كده. لا، في منظومه كبيره جدا ممكن تعمل لكل الصغيرين دول عشان بدري جدا جدا يبقى المفهومين عنده هو منتمي محترف. بدري العقليه. تصور انا عمال انساها. لا لا خالص. وانت بتكلمني على الذهنيه داخل مصر وخارج مصر. ده انا عايز اقول لك ان وصلنا لما تسال اي لعيب ولا تستثني احد مهما كبر او صغر في مصر يقول لك اصل انا حلمي احترف. هو يقصد احتراف خارجي وكانه بالملايين التي يحصل عليها غير محترف. يعني هو مجرد ما بيقول الكلمه دي انا بتخض. عايز تحترف؟ امال انت بتعمل ايه عندنا يا عم؟ صحيح. يعني دي جت من ايه؟ وجهه نظره ان انا كلمه اجنبي يعني محترف. احنا بقول له طب انت بتعرف تعمل زي المحترف؟ ما هو ده مهم. المحترف تعال نجيب اي واحد من اللعيبه الجامدين دول، شوف اليوم بتاعه بيمشي ازاي، بياكل ايه، بيشرب ايه، بينام امتى، بيقوم بيتمرن كام مره في اليوم، السوشيال ميديا وضعه اخباره ايه. جرب تحترف هنا الاول عندي وشوف هتبقى مستواك ازاي. لو قدرنا نعمل هل ده سوري يعني هل هو بيقول كده لان ما حدش بيفهمه؟ يا ابني انت محترف. صحيح.
طب ما تعمل زي اللي بره بالظبط كده. يعني بالزبط. انت الملايين اللي بتاخدها يمكن ما تاخدهاش بره، لكن انت محترف جوه اكبر انديه في مصر، انا بتكلم على الانديه الشعبيه تحديدا يعني. انت محترف، ما بتديش ليه؟ محترف في وسط بيتك وفي وسط اسرتك ومن غير غربه، اذا حاجه عظيمه جدا. مفهوم الاحتراف محتاجين تعريف واقعي للاحتراف، دي اول قضيه عايزين نشتغل عليها، مش عارف امتى. لكن باذن الله ربنا لنا اسباب وتجيلنا حضرتك بتوسع شرف. نتكلم فيها ازاي تقول ايه للناشئ او للاعب الكره يبقى محترف ازاي؟ يعني ازاي نعرف نعمل معاه اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي السبليمينال دي؟ احنا ازاي نحط حاجه في عقله بدري جدا وهو صغير تكبر معاه فكره ان انا محترف ومنتمي مع بعض. الاثنين دول اذا قدرنا نعملهم، مش بس النادي الاهلي على فكره، بتكلم على مصر كلها، اذا قدرنا في المدرسه وفي الجامعه وفي الكليه وفي الشغل في الوزاره، اذا قدرنا نعمل الكلام ده مع كل الناس الدنيا تختلف خالص. ما هو الاحتراف في الملعب حياة. والاحتراف في شغلك بالظبط بالظبط، نفس بالزبط الفكره بالظبط، احتراف يعني. الحياه فعلا. النهارده احنا كنا مع الوزير اشرف صبحي في اجتماع اللجنه العليا للموارد البشريه، كنا بنتكلم في الجزء ده، كيف يمكن صناعه انسان محترف. وقلت له الحقيقه ان وزاره الشباب والرياضه بامانه شديده انا بقيت سعيد ان هو بيفكر بالطريقه دي كده، عايزين نعمل كوادر محترفه كذا كذا. قلت له لازم يتعمل، لازم على مستوى مصر كلها، مستوى مدارس، مستوى الجامعات، على مستوى شركات. بتفجر لنا نقط والله يا دكتور. طب احنا عايزين نعمل كوادر. طب اذا كان قيادات المنظومه الرياضيه في مصر ما بتدينيش الاساسيات اللي تطلع كوادر مؤمنه برسالتها وتلتزم بيها، يعني ما بنشوفش خط واضح، لو عملت كده تجازى، لو عملت كده تكافئ، لو عملت كده تبقى انت صح، لو عملت كده قطعا تبقى غلط. احنا عايشين في حاله من الموائمه المستمره، وان اطراف المشكله بتحدد نتائج اي قرار بيتاخد. يعني مش انك انت بتقول لو عدلي وابراهيم عملوا كذا هيعمل نعمل كذا، لا، لو عدلي عمل كذا اتصرف معاه ازاي، طب لو ابراهيم عمل كذا اتصرف معاه ازاي. صحيح، ده اللي بيحكمنا يا دكتور. فقبل ما نخلق كوادر هتخلقها ازاي واحنا مش حاطين ال كويس. التغيير عموما بيقابل مشكلات، وكانت ازمه المصلحين عبر التاريخ ان هم بيحاولوا يحسنوا حياه الناس. الناس بترفض التحسين، يقول لك بقول لك يا ماشيه يا ماشيه، الناس مش مشغوله قوي بتحسين نمط حياتها. ولذلك احنا بنقول عليهم القاطره. القاطره دي هو اللي هو الشخص اللي بيقدر من خلال هو نفسه منهج التغيير يقود ناس معاه يشدهم لمنطقه افضل في الحياه. فكل ما اشتغلنا مع القاطرات افضل، كل ما كان الناتج القومي اعلى. بكل تاكيد انا لما اروح برنامج تدريبي او سيشن عندي مثلا 30 واحد، مش ال 30 عندهم استعداد للتغيير، لكن بلاقي خمسه سبعه. الخمسه والسبعه دول مهمين جدا بالنسبه لي، هو ده اللي بيقدر يشد معايا لمنطقه افضل في الحياه. الناس هتقاومني طبعا، ما هو بابا وماما يقول لك ايه يا عم بقى، ما هي ماشيه طول عمرنا بنعمل كلمه، طول عمرنا بنعملها كده، دي خطيره جدا، طول عمرنا بنعملها كده. ما لازم اشوف الصح. اليابان عندهم حاجه اسمها الكايزن، يقول لحضرتك ايه الكايزن ده، بيتعلموه هم لسه بيرضعوا في المدرسه كيجي. هناك دائما طريقه افضل لاداء اي عمل، علينا البحث عنها مهما عملت، مهما عملت بقى في احسن، في احسن. هو طول الوقت، فهو الطفل الياباني عامل كده. يبقى انت شغال على وسعها كده، شغال على وسعها، عايز سقف انا وسعها فعلا. بيعلموا الطفل كده من الاول وهو بيرضع لسه. الكايزن هو منهج التغيير للافضل. طب هتقف دي؟ لا ما تقفش، طول الوقت بيفكر ازاي دي تبقى احسن. تعرف يا دكتور وابراهيم، يمكن المشهد ده واحنا في طوكيو في كاس العالم الناشئين كذا مره نروح، هذا المشهد لم يتغير في اي لحظه، انك تشوف المس او الابله ماشيه وراها عدد ما يزيدش عن 10، ما بيزيدوش عن 10، كلهم طابور بس كل واحد ماسك ايد الثاني. هذا المشهد زي ما تقول قطر، فاصبح ثقافه ان هم يتبعوا الليدر اللي هي المس او الابله بتاعتهم بهذا النظام، وكلهم شادين بعض. ده بيدي التزام تلقائي من غير رغي، كلتشر. فانا يعني المشهد ده بيطلع من دماغك؟ لا طبعا، انا ما يطلعش من دماغي المشهد ده. صحيح، يتكرر كل مره تشوفه، تبص على الرصيف الثاني تلاقيه.
يعني هم شعب سيستماتيك قوي. ازاي يعني تبني؟ ما هي دي فكره برضه يا ابراهيم، هو ازاي تبني القصه دي؟ دي بتتبني ككلتشر، تحط مايند سيت واحنا صغيرين قوي. احنا مثلا كراسي موسيقيه مثلا يعني، وده من ضمن التمارين اللي بنعملها للفرقه الجماعيه. احنا كلنا لعبنا زمان كراسي موسيقيه صح؟ حضرتك فاكر؟ فاكر؟ تسع كراسي و10 لعيبه والموسيقى تضرب وهوب كل واحد يقعد على كرسي وفي واحد زياده مش هيقعد يخرج. فاحنا واحنا بنلعب لعبه كنا بنعمل ايه؟ نجري جنب الواد السفروت الضعيف ده عشان اول ما هوب نروح خابطين ونقعد. قابل للذات. كل ما اللعبه تعلى كل ما بيكون الصراع فيها اعلى. مفيش سفروت بقى. مفيش بقى سفروت. لغايه اخر اثنين وكرسي واحد. ده لازم مطوه بقى هنا، حد معاه مطوه، ما هو هيقعد ازاي؟ اصل اثنين جامدين. طيب ده كلام مهم جدا، واعتقد هنرجع الدكتور تاني لملعب الاهلي وعلى السمات المكونه لشخصيه الاهلي واللي قالوا عنه مانويل جوزيه، وده كان حد مهم جدا في استكشاف المحتوى بتاع شخصيه الاهلي. كلام مهم جدا مع الدكتور بعد الفاصل. يعني احنا هنرجع تاني، كنا بنتكلم على ليك وجهه نظر في التجربه اليابانيه في لعبه الكراسي الموسيقيه اللي احنا بنلعبها العاديه دي بتاعتنا. احنا بنلعبها بمفهوم ازاي؟ هما بيلعبوها بمفهوم ازاي؟ وبعديها السؤال اللي اخشى ان تنتهي الحلقه قبل ان اساله لحضرتك. ان شاء الله ما تيجيش. اتفضل. احنا بنلعب اقصاء الاخر، يعني فكره الكراسي الموسيقيه اللي كلنا لعبناها والمدرسين التربيه الرياضيه بيعتبروها من اهم الالعاب اللي بتكون موجوده في المعسكرات والكشافه والكلام ده كله. نفس اللعبه دي في اليابان بيلعبوها، احنا هنا بنلعبها ازاي اخد واحد كوع عشان اقعد مكانه او كتف او شنكله. هناك بيلعبوا اللعبه دي بيعملوا مجموعتين كراسي، دي 9 و10 لعيبه و9 و10 لعيبه، وبعدين الموسيقى تضرب وبعدين يقولوا هوب، مطلوب مين اللي يعرف يقعد على الكراسي الاول. فالفريق ده بيجتهد جدا ان هم العشره يعرفوا يقعدوا على 9 كراسي. بيقول تعالى 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 تعالى، مين اللي يعرف يقعد الاول؟ دول قدروا يعملوا تيم يقعدوا على الكراسي. التيم ده كسب دلوقتي. يعني هم مش بيعملوها ان ينقصوا واحد كرسي، لا لا ده عايزين كلهم يقعدوا على الكراسي. مين الفرقه اللي تقدر تقعد هم 10 يقعدوا على 9 كراسي؟ يتكاتفوا جدا كده. فازاي يتعاونوا؟ بالظبط. الله. بعدين يشيل كرسي. يبقى 10 على 8 كراسي، هوب 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 هوب، ازاي يقعدوا هم ال 10 على 8؟ لحد ما بيقعدوا هم ال 10 على 4 كراسي. صعبه جدا، فبيعملوا كتله وتعالى فك كتفي وانت تعالى ايه ده؟ ما هو ده تماسك الجماعه اللي في الماتش. احنا عندنا فكر الاقصاء. ايوه احنا بنقصي بقى، اول ما نيجي غلطه، قلت لك انت كل مره كده، احنا عندنا دي. هو عنده لا التيم ورك. التيم ورك. والله التيم ورك دي كلمه سحريه لاي عمل. طبعا هو اي عمل. وده اللي اشار اليه الدكتور زويل كتير. صحيح. الفريق دايما ينتج اكتر من انتاج عدد افراده، يعني لو معانا ثلاثه هينتجوا انتاج اكتر من الثلاثه منفردين لو جمعناهم. ينتج انتاج اربعه او خمسه. لو عندنا 10 تيم ورك ينتجوا انتاج 15. صحيح. فالتيم ورك مهم. طيب جدا. السؤال بقى، احنا لا يعني الملاحظه مثلا، ودي قالها مانويل جوزيه في الحديث اللي حضرتك اشرت اليه، كان ابراهيم استفرد بيه 9 ساعات في الطياره وجاب جهاز كده بياخد 260 ساعه تسجيل. من اليابان. من اليابان. ما شاء الله. والراجل يعني اداله من الثمان 9 ساعات اكتر من نصهم. لكن هو قال له حاجه مهمه جدا. قال له احنا لا نتعامل مع الفرحه والاحباط بالشكل المحترف الصحي. احنا يا نفرح لدرجه جرجرنا الى الهزيمه، يا نحبط لدرجه جرجرنا في الاستمرار في الهزيمه. وهو يعني لما تلاحظ حضرتك كسبنا ريال مدريد في اول سنه لمستر مانويل، وابتدينا الدوري بعديها باسبوع خسرنا من السويس. فاكر يا ابراهيم؟ اتنين. بعدين كسبنا ثالث العالم في اليابان، ورجعنا خدنا الأوسمة وخسرنا من الإسماعيلي في القاهرة 3-0. ولما طلعنا ثالث العالم مع موسيماني رجعنا خسرنا مع الهلال في الخرطوم. ولسه راجع بفرحتك من السعودية. ولسه راجع، عشان كده كنت خايف جدا 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 ماتش البنك الأهلي. من ماتش البنك الأهلي بخلاف ناس كتير ومنهم احنا من شكل التشكيل والأداء، ان تتعامل ازاي بعد الفرحه العارمه
مع هذه المباراه اللي ادتنا جرس ثلاث مرات وما خدناش بالنا. ايه القصه؟ نتعامل ازاي مع الفرحه الكبيره؟ انت راجل هنيجي نقول لك الفرقه قدامك اهي يا سيدي كسبانه، هنعمل معاها ايه؟ عشان تجهز بعد ثلاث ايام تلعب ماتش مهم جدا جدا، وبعدين في نفس اللحظه هناخد من نفس المثل فرقه محبطه وخسرانه 4-3 هو اللي حصل بنتيجه، ورايحين نلعب مع سيمبا اللي بيهددونا دلوقتي هنخصيكم. نعمل ايه هنا ونعمل ايه؟ طيب اول حاجه هي مرتبطه بالبنيه العقليه. بنيه عقليه يعني الكالتشر بتاعتنا احنا عموما، هل ده موجود بس في لعيبه الكوره ولا موجود حتى في كلامنا العادي؟ طول الوقت احنا قاعدين نتكلم احنا الفراعنه، احنا الثقافه، احنا الحضاره، احنا اللي بنينا. في حاجه اسمها انتاج طاقه مشاعر، مشاعر ايجابيه، بس ما فيش طاقه حركه. وفي حاجه اسمها انتاج طاقه حركه، حركه دي فعل، لكن مشاعر بس دي خطيره جدا سواء ايجابيه او سلبيه. اها. فمدرب اجنبي اتغلب في ماتش غير متوقع خالص، رد الفعل بتاعه بعد ما الماتش يخلص صحيح مش مبسوط، لكن بيروح بكل ثقه فارد صدره ورا رافع راسه سلم على المدرب الثاني يقول له جود جود ماتش جود ماتش كده، يروح ماشي. هو خلاص تعافي سريع جدا. احنا بالنسبه لنا المدرب يخسر مش عايز يسلم على حد، مش عايز يكلم حد، قفل موبايله، قفل موبايله، رمى كلمتين في الهواء كده وما حضرش المؤتمر الصحفي. ايوه عمال يرسخ، ما عندناش قدره على التعافي. وده دي هيتعلمها بدري، ازاي يعرف يتعافى بسرعه جدا من المواقف السعيده والمواقف الاليمه. دي ليها طريقه ودي ليها طريقه. عجبني جدا كيروش، نتفق او نختلف يعني عليه كمدرب. ايوه. لما بعد ما الفرقه خسرت قال ايه؟ قعد مع لعيبه في اوضه اللبس وقال لهم كل مباراه بنخوضها اما فوز واما اللعيبه ردوا ايه؟ واما خساره اللي هو العادي. قال لهم لا، واما تعلم. يبقى اي خساره بنقابلها فوز اتعلم منها. ايه اتعلم؟ ايه على طول؟ ليه؟ عشان هو يعمل التعافي. اصل انا فوز وخساره هفضل بخساره وخسرنا فورا. هو قلب الكلمه. حضرتك تقول لي يعني ايه الكلمه دي؟ اللي طبعا كلمه صغيره جدا، بس هي رايحه على قاعده فكريه عندي، ان بمجرد الهزيمه مباشره انا ببدا اشوف اتعلمت ايه. تقول ايه؟ الماضي للتعلم وليس للتالم. لا تحدثني عن الألم والحسرة بتاع الخسارة، حدثني عن العبرة والخبرة. إيه الخبرة اللي خدناها من الماتش ده بسرعة جدا؟ أنا هنا عملت حاجة في عقلي كمنتاليتي، عملت شيفت ما بين أنا زعلان وبين إن أنا خدت خبرة. وكمان رسخت إن دي حاجة عابرة. ده طبيعي، هو ده طبيعي، ما فيش حد يكسب على طول. هفاجئ حضرتك وأنا اتعلمت منها إيه عشان اللي جاي؟ طبعا هتعلم عشان اللي جاي. فدي مهمة جدا جدا. الجملة اللي اتبقى بسيطة دي يا جماعة فيها فيلم وموال. يعني احنا بنسميها باشمهندس بناء القواعد الفكريه. ايوه. انا بحط، انا عندي كده منظومه فكريه عند الولد الصغير، فاحنا كل يوم بنحط ايه قاعده في القواعد الفكريه دي. بعد 6-7 سنين بيبقى مبنى كبير خلاص، هو بينسبق ده المبنى طلع مش عارف شيء واحده من دول. ايوه. فاول حاجه في الماضي اللي انا بتغلب فيه ده اسمه الماضي للتعلم. طب والفرحه جاي لها بقى. الماضي للتعلم الاول وليس للتالم. حدثني عن العبره والخبره ولا تحدثني عن الالم والحسره. يبقى خلصنا دي بتاع الايه؟ ماتش اتغلبته. ما تقعدش بقى تفكر اتغلبنا ازاي. نفس الكلام وانا جوه الملعب، بيقول لك في فرق اول ما يدخل فيها جون قبل ما تفوق يكون دخل التاني. ايه الحكايه؟ ما عرفش يتعافى بالجون اللي دخل بسرعة. فيه. كل ما مستوى الاحتراف يبقى جيد سواء بقى فكريا او بدنيا، القواعد الفكريه اقوى بالظبط كده. وانا بيحكمني فكر. صبرين بيحكمني فكر في الملعب. صحيح. انا ما عنديش وقت ان انا اعمل فكر جديد في الملعب. اللي بيحكمني مكوني انا الفكر اللي انا نازل بيه المباراه. ما اقدرش اعمل فكر جديد جوه المباراه. يقول لك ايه؟ يا ابني كنت عملتها كده. حضرتك بيعملها في التمرين؟ لا، يبقى مش هيعملها. هيجيبها منين؟ الجهاز اللي هيديها لك لازم يكون بيعرف يعملها الاداء الالي بتاع المهاره. فلو ما بيعرفش يعملها في التمرين ما يعرفش يعملها في الملعب. كويس. طب والفوز بقى؟ ده قاعدته مهمه جدا. الفوز ده اولا يفرز كميه دوبامين عاليه جدا، كميه اندورفين عاليه جدا. طيب وبعد ايه دي وايه دي؟ الدوبامين ده بتاع السعاده، بتاع النشوه يعني. خلينا السعاده سيروتونين نتكلم لوحده، ده بتاع النشوه ده يعني. معلش سامحني كده، ده هرمون يعني. هرمون نقل عصبي. هو يعني شبه اللي بياخده بتاع المخدرات. بتاع المخدرات الجسم بيفرزه، الجسم بيفرزه على طول نتيجه الفرحه الكبيره دي.
فانا فرحان فرحه كبيره جدا. اصبح تقييمي للامور حواليا مش مظبوط، زي بالظبط بالظبط بتاع المخدرات اللي واخد مخدر. فلازم انا يحصل استفاقه سريعه جدا عن طريق التمارين. يعني ليس مهما من اين انت قادم، المهم الى اين انت ذاهب. لما تيجي تقعد في القعده بقى بعد الماتش اللي كسبناه، ما تكلمنيش كتير على الماتش اللي كسبناه، كلمني على الماتش اللي جاي. انت جهزت كويس؟ رجعت الفرقه كويس؟ مش ماتش سهل، سهل وصعب دي ما تبانش قبل ما نلعب. على الرغم ان الاهلي كثيرا يعني جمله شارع نقفل صفحه الماتش صح ونفكر، بس يبدو ان احنا احيانا ما بنطبقش دي، وخصوصا الماتش اللي فات. ليه يا فندم؟ لان حضرتك بتقولها في ثلاث دقائق وانت قاعد، بس هو المنتاليتي بتاعته في حياته العامه هل بيعرف يعملها؟ ما بيعرفش يعملها. روح لا 100 واحد بالظبط، روح لا البيت والشارع بيتكلموا في اللي فات، ويفتح الموبايل يلاقي السوشيال لسه بتتكلم. كلنا كده، ما حدش مديله فرصه بالظبط يتعافى، مش فرصه يتعافى. انت عارف مانويل جوسيه كان بيعمل ايه يا دكتور؟ يروح داخل فيهم شمال، لازم يتخانق في اول تمرين بعد المكسب. هو فاهم، وانا بقيت احتار، بيلغي التمرين. يا ابراهيم اكتشفت ان هو يذبح له القطه. طب هو فاهم، عايز ينقل دماغهم. صحيح. لا يا حبيبي انتوا ما عملتوش حاجه. ودي مهمه جدا جدا. حتى اولاد بقول لحضرتك النهارده، هو المدرب بيقولها كتعليمات، مدير الكوره بيقولها كتعليمات، ودي حلوه، لكن التعليمات دي صغيره قوي مقارنه بالبنيه العقليه بتاعته. حياته كلها بيقعد يحتفل بالماضي كتير قوي. احنا الفراعنه، احنا حتى الحضاره الاسلاميه عموما يقول لحضرتك ايه، احنا الحضاره الاسلاميه طول عمرنا لما كنا ماشي. انت بتنتج طاقه مشاعر، دي خطر جدا، ما فيهاش طاقه حركه. انت عملت براندنج، عملت مصنف، خدت الزهو، بس ما خدتش الحفاظ عليه اللي جاي بقى على طول. عشان كده بقول ايه، احنا مش قفلنا الصفحه. كلمني اذا كنت هتكلمني على الماتش اللي فات ده وكسبناه، قعدت تتكلم 10 دقايق، يبقى لازم اتكلم على الماتش الجاي 3 ساعات. نعملها كده ميزان، انت اتكلمت قد ايه؟ ساعه. اتكلم على الماتش الجاي يوم كامل. الماتش الجاي مش الفريق قوي ضعيف، لا، انا عملت ايه؟ الباك ليفت بيعمل ايه؟ الوينج رايت بيعمل ايه؟ هم بيهاجموا منين؟ هم ضغط متقدم، بتكلم على الكوره يعني. فلازم انا اتكلم كتير قوي على الماتش الجاي. التعليمات ده بالنسبه للكوتش. طب اللاعب بقى نفسه يعمل ايه؟ وانا بقول لك بيروح يلاقي الدنيا دي، هل في مسؤوليه من اللاعب على نفسه؟ هو هيعمل بقى النقله دي، يعني مثلا يكلموني في البيت والماتش هيقولوا الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا وده، بس الماتش الجاي مهم جدا، الماتش الجاي فيه كذا وكذا، ده انا النهارده. يعني انت تقول اللاعب اعمله طبعا كده. لازم يعمل كده، لازم يعمل. احنا عايزين نعادل رصيد الخبرات اللي عنده الحياتي، ان الماضي السعيد بنعيش فيه كتير قوي. طيب واحنا بنحاول التاصيل ده يا دكتور لطبيعه الاهلي على وجه التحديد. جمهور الاهلي من النوع الرافض للهزيمه، وشايف دايما ان الاهلي اتعمل عشان يكسب فقط، ولما تقول له الرياضه فوز وهزيمه، لا، الرياضه بالنسبه له فوز وفوز. هل رفض الهزيمه بهذا المعنى يمثل بناء لقاعده فكريه ولا ضغط على اللاعب؟ هو ضغط على اللاعب مطلوب، احنا دايما نقول عليها ايه؟ نقول الضغط في حاجه اسمها الضغط الدافع للنجاح، في الضغط المانع من النجاح. انا عايز ضغط على اللعيبه دايما، ضغط دافع للنجاح. انت كنت كويس جدا بس في افضل. بص انا مش هقول لك وحش. طب اللغه نفسها بقى، هو الجمهور مش هنعرف يا مش مهم. لا يعني ايا كانت اللغه، يعني في مهاجمه اللعيبه او مطالبتهم، في فرق بين المطالبه رقم واحد، انا مش هاجمه على مستوى الشخصي، ممنوع منعا باتا. يعني ممنوع منع، لو الجمهور واعي هنقول للجمهور اوعى تهاجم لعيبك على المستوى الشخصي، هو مش عارف ابنه ايه، بنته ايه، كان سهران، كل الكلام ده بسبب شخصي. انت كلمه على اداؤه في الملعب. دي نمره واحد. نمره اتنين، اوعى تقارنه بلعيب تاني، قارنه بادائه هو نفسه الماتش اللي قبله بنفسه. انا عندي ارقام، قول معقوله الكلام ده؟ بقى انت الماتش اللي فات تعمل كام تمريره صح، الماتش ده اتفاجئ بيك انك انت عامل كام ميز ده. دي نقطه مهمه جدا، مقارنه بنفسه، مقارنته بزميله بتعمل قلق، بتضرب العلاقه بينهم. طبعا طبعا. وبعدين انا بقى خلاص الشيطان بيدخل فيها، لعبه شيطان كبيره جدا هي المقارنه. ايوه الشيطان عايز يقارننا ببعض. يعني شوارب بينتزع مننا الوقت، الاستمتاع بالقعده دي. احنا بس عشان الناس تبقى فاهمه يا جماعه، احنا ما قلناش حاجه، احنا شاورنا على رؤوس مواضيع كتيره جدا، لكن الدكتور شريف محتاج ان احنا
كل حاجه شاورنا عليها نخصص لها وقت اكبر بكتير نشرحها لوحدها عشان نقدر نستفيد ونقول نعمل ايه واحنا حتى نطبق كثيرا مما اللايف كوتشنج سوف يقال على انفسنا. اللايف كوتشنج يا دكتور بالنسبه للفرق هل يكفي لكل فريق لايف كوتش ولا كل لاعب في حياته محتاج لايف كوتش؟ هو المعد النفسي بيقوم طبعا بالدور ده كله. هل ده بديل للمعد النفسي؟ ما هو بيقوم بالدور ده اساسا بس مع الفرقه كلها. أيوة. لكن في ناس جوه الفرقه ده عايز حاجات خاصه جدا. أيوة. واكيد المعد النفسي ما بيعرفش يشتغل مع 30 لعيب زي صلاح. طبعا صلاح عنده واحد لوحده اشتغل معاه لوحده، هو ده الفرق الكبير. كنت قلت لي في البريك ان صلاح كان بيقرا كتاب في الطياره. بيقرا كتاب مارك مانسون بتاع فن اللامبالاه. بالظبط. فن اللامبالاه. فن اللامبالاه. ازاي تبقى لا مبالي؟ ما هو ده التعافي بقى. هو طبعا هو اسم الكتاب مش زي الكتاب قوي يعني. ومارك مانسون لما عمل الاسم ده عمله دعائي. دعائي. استفز الناس يعني. لكن جوه الكتاب بيتكلم في حاجات مش عارف تغيرها وانت مش اهم واحد في الكون ولا حاجه، ده بيتكلم كل الناس يعني. فصلاح قرايته للكتاب عملت دعايه كبيره جدا جدا للكتاب. ومارك مانسون بعت له رساله انا بشكرك جدا لان خليت الكتاب بتاعي. لكن فكره ان صلاح في الطياره بيقرا كتاب عشان يفيده في ساعه صحيح. الانتقاد الحاد يعمل ايه؟ مظبوط. ده جزء من انه تعافي طبعا. بيشتغل على مزبوط. نفسه مظبوط. سجل ملاحظاته. هي طبعًا. دي يا جماعه طبعا هي دي الصدق مع النفس وانك تبذل ما في وسعك. صحيح. فالفريق محتاج لايف كوتش. محتاج لايف كوتش كمان لكل لاعب في ازمات يعني. المدرب بيشاور يقول ايه؟ عندي مشكله مع اللعيب ده. ده هيستلم اللايف كوتش لوحده. هو بيحصل كده بالمعد النفسي، بس المعد النفسي حتى لو كان واحد او اثنين عدد لعيبه كبير عليهم. لازم حالات خاصه والنفسيات مختلفه. اللعيب نفسه يقول لك انا عايز لايف كوتش حتى بره النادي. انا بره النادي خالص. قد يكون صديقه. انا مش فورمه. يقول لك انا مش فورمه. لا بس يكون مؤهل يا ابراهيم. لازم طبعا. لان قبول النصيحه من غير المؤهل خطر. هي كان مش بس نصيحه، هو بياخد تكنيكات يعني. وده اصل نصيحه ولا يهمك انسى الموضوع. ايوه ماشي، ما انا عايز انسى إزاي؟ الموضوع مش عارف انساه ازاي بقى. أيوة. هو اللايف كوتش دوره ازاي ازاي نعمل دي ازاي خليك راجل. طب ازاي خليك راجل او اعمل الصح. اعمل ايه هو ايه اللي هو ايه في حاجه غلط. اعمل الصح اللي هو ايه اللي هو ايه بقى. وبعدين اقول له حاضر. وضوء حاضر على ايه؟ ما انت ما بقولكش حاجه. واللايف كوتشنج مطلوبه في سن اصغر. بدري. انا بقول ده في حضور رئيس شركه الكوره عشان نشوف. لا ده انا مقتنع جدا. الاهلي محتاج ايه؟ بص يا ابراهيم، انا محتاج جدا. اذا كنت عايز تتطور لازم تشتغل على الذهنيه. عشان تشتغل على الذهنيه اللي هي التفكير. لازم يكون في حد فاهم اهو، واحد فاهم. واحنا قاعدين مش عايزين القعده تخلص. ورياضي يعني. وعمالين نجري يعني بسرعه. بالظبط. ونلهس وننط من موضوع على موضوع عشان نحاول نفتح العديد من المسارات. الدكتور عنده 10 كتب يا جماعه بتتكلم في الحاجات دي. هنحاول نتحين الفرص ان شاء الله. ونجتمع على لقاءات نرجو ان تكون قريبه ان شاء الله. عشان ده حديث مهم جدا جدا جدا. يعني لو اخذناه وفصصناه يمكن يغير حاجات كتير جدا للناس اللي قاعده بتتفرج عليه. دكتور شريف صح، استمتعنا بحضرتك كتير النهارده. وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. ربنا يديك صحه. الله اكرم. ربنا يسعدك. شكرا جزيلا للدكتور شريف صلاح رائد فن الحياه وواحد من كبار خبراء التنميه البشريه. واعتقد ان حضراتكم زينا استمتعتوا بهذا اللقاء المهم جدا في جانب مهم جدا تفتقد الرياضة المصرية، بل تفتقد الحياة عامة الحياة. شكرا جزيلا لحضراتكم وكل سنة وانتم طيبين. وبكرة أسرة جديدة والأهلي في رمضان.